مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. بدلا من أن تكون المناسبات الدينية والوطنية فرصة لتوحيد الصفوف وإبراز روح التسامح والوحدة الوطنية، يستخدمها الحوثيون كأداة قمعية لاستهداف المعارضين ونشطاء بالاعتقال والترهيب، مما يظهر بوضوح أن الحوثيين لا يتورعون عن استغلال كل فرصة لتأكيد سيطرتهم وقمع أي معارضة والخوف من أي مناسبة تذكرهم بعدم شرعية سلطتهم. من خلال شن حملات اعتقالات واسعة تسعى الميليشيا إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب في المجتمع، مما يدفع الناس إلى تجنب أي نشاط قد يعرضهم للاعتقال. كما تستخدم الاعتقالات كوسيلة لإحكام السيطرة على المجتمع ومنع أي محاولة لتنظيم المعارضة أو الاحتجاج، غير أن هذه الأساليب لا يمكن أن تضمن استمرار قدرة الحوثيين على السيطرة لأمد طويل. لا يمكن لليمن أن يحقق السلام والاستقرار والتنمية في ظل استمرار ممارسات القمع والانتهاكات الحوثية وسيطرتها على السلطة بالقوة وسياسة الناس بالقهر والتنكيل. فهل سيدرك الحوثيون أن مصلحتهم قبل غيرهم تكمن في الحوار والمصالحة واحترام حقوق الإنسان وليس في استخدام القوة والعنف لإسكات المعارضين؟ أم أن نشوة أوهام النصر ولمعان ما في أيديهم من سلاح سيعميهم عن رؤية هذه الحقائق وتدفعهم إلى مصير محتوم يسير إليه كل الظلمة والطغاة على مدار التاريخ؟ نشاهد هذا التقرير ونعود. في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي بالقوة على مناطق واسعة من اليمن، برزت ظاهرة الاعتقالات التعسفية كأداة رئيسية تستخدمها الجماعة لإسكات المعارضين وقمع أي صوت مناهض لسياستها، خاصة قبيل المناسبات الدينية والوطنية. هذا السلوك يكشف عن الطبيعة القمعية للحكم الحوثي وخوفه من أي شكل من أشكال المعارضة الشعبية. تستخدم جماعة الحوثي الاعتقالات وسيلة لتحقيق عدة أهداف سياسية، من بينها إسكات المعارضة وترسيخ الخوف وإحكام السيطرة، وتستهدف الاعتقالات بشكل أساسي النشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي وكل من يجرؤ على انتقاد سياسة الحوثيين أو التعبير عن رأي مخالف. تستخدم الجماعة المناسبات الدينية كالمولد النبوي لتعزيز سلطتها وقمع أي صوت قد ينتقد تفسيرها للشرعية أو ممارساتها الدينية، وفي المناسبات الوطنية مثل ذكرى ثورة 26 من سبتمبر تخشى الجماعة من أن تتحول إلى فرصة للتعبير عن الرفض الشعبي لسلطتها، فتلجأ إلى الاعتقالات الاستباقية لإجهاض أي احتجاجات محتملة. استخدام الحوثيين للاعتقالات كأداة قمعية يعد أحد أبرز سمات نظامهم الشمولي الذي يسعى بكل قوة إلى القضاء على أي معارضة أو صوت مختلف. يتميز هذا النظام بالتعامل بالعنف والترهيب للحفاظ على سلطته غير الشرعية، ويعتمد على القوة المفرطة لقمع كل من يخالفه الرأي أو يحاول التصدي له. بحسب خبراء، فإن الاعتقالات ليس مجرد سلاح قمعي مؤقت، بل هي أداة لتدمير النسيج الاجتماعي في اليمن، فهي تترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً على المعتقلين وأسرهم والمجتمع ككل. وهذا المناخ من الرعب والاضطهاد لا يؤدي فقط إلى تفكك الروابط الاجتماعية، بل يسهم في تعميق الانقسامات وتأجيج الصراعات الداخلية، مما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تفاقم الأزمة في البلاد. مشاهدينا أرحب بكم من جديد، وأيضا حتى نتمكن من الاتصال بضيوف حلقتنا أذكر بمحاور هذه الحلقة. فبدلا من أن تكون المناسبات الدينية والوطنية فرصة لتوحيد الصفوف وإبراز روح التسامح والوحدة الوطنية، ماذا يفعل بها الحوثيون؟ يستخدموها كأداة قمعية لاستهداف المعارضين والنشطاء بالاعتقال والترهيب، مما يظهر بوضوح أن الحوثيين لا يتورعون عن استغلال كل فرصة لتأكيد سيطرتهم وقمع أي معارضة والخوف من أي مناسبة تذكرهم بعدم شرعية سلطتهم. من خلال شن حملات اعتقالات واسعة تسعى الميليشيا إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب في المجتمع، مما يدفع الناس إلى تجنب أي نشاط
قد يعرضهم للاعتقال، كما تستخدم الاعتقالات كوسيلة لإحكام السيطرة على المجتمع ومنع أي محاولة لتنظيم المعارضة أو الاحتجاج، غير أن هذه الأساليب لا يمكن أن تضمن استمرار قدرة الحوثيين على السيطرة لأمد طويل. لا يمكن لليمن أن يحقق السلام والاستقرار والتنمية في ظل استمرار ممارسات القمع والانتهاكات الحوثية وسيطرتها على السلطة بالقوة وسياسة الناس بالقهر والتنكيل. فهل سيدرك الحوثيون أن مصلحتهم قبل غيرهم تكمن في الحوار والمصالحة واحترام حقوق الإنسان وليس في استخدام القوة والعنف لإسكات المعارضين؟ أم أن نشوة أوهام النصر ولمعان ما في أيديهم من سلاح سيعميهم عن رؤية هذه الحقائق وتدفعهم إلى مصير محتوم يسير إليه كل الظلمة والطغاة على مدار التاريخ؟ نذهب إلى هذا الفاصل ونعود. رحبوا بكم مجددا وأرحب بضيفي الذي ينضم إلي في هذه الحلقة السيد محمد الأحمدي وهو صحفي وناشط حقوقي. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك أفنان والمشاهدين. الله يحييك. إذن بداية، أنت ناشط حقوقي، من متابعاتك ما هي أهم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق من ينوون الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر؟ بالنسبة لما يتعلق بالسلوك الميليشيا واستنفارها لممارسة القمع والانتهاكات ضد كل من ينوي الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، سلوك معتاد منذ السنوات الماضية ولكن كان أقل وطأة. هذه السنة يبدو أن الميليشيا استنفرت بشكل كبير منذ وقت مبكر ومنعت القيام بأي احتفاء أو أي مظاهر احتفاء بذكرى الثورة، بدءا بالاعتقالات ويعني اختطافات التي شنتها في أكثر من محافظة، في إب، في السدة، في صنعاء، في الحديدة، وفي ذمار أيضا، في ذلك نشطاء وفي ذمار، نعم، بما في ذلك نشطاء صحفيون، يعني محمد المياحي اختطفته الميليشيا استباقا ل يعني لذكرى ثورة 26 سبتمبر، لأنه انتقد خطاب زعيم الميليشيا في منشور على صفحته في الفيسبوك، و يعني هي تجد ذريعة لمحاولة إشاعة نوع من الرعب في أوساط المجتمع اليمني، خشية الذهاب أو الخروج في احتفال كبير واسع، ربما تظن الميليشيا أنه لن يكون بمقدورها السيطرة على الجماهير في حال خرجت للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر. ناهيك أيضا، هل تروج أنها هي من انتصرت وهي من تسيطر وتحكم على أرض الواقع؟ إذا مما تخاف؟ تخاف من مظاهرة؟ تخاف من إشعال شعلة؟ تخاف من ألعاب نارية؟ هي تخاف لأن هذه الميليشيا عبارة عن لصوص، هم سرقوا الدولة وسرقوا أيضا المجتمع وأحلام اليمنيين وتطلعاتهم، ويدركون مدى الحمق والبغض الذي يجده اليمنيون في أنفسهم تجاه هذه الميليشيا، لأنها مارست كل أنواع البطش والتنكيل والقمع، وكما قلت صادرت أحلام اليمنيين في دولة مستقرة وآمنة، و حرب على مدى 10 سنوات في المجتمع، قتل خارج إطار القانون، اعتقالات وتعذيب حتى الوفاة، وجرائم مروعة وإفقار وتجويع. كل هذه الممارسات تشعر الميليشيا أن الشعب اليمني يمكن أن يصل إلى مرحلة لم يعد بوسعه تحمل المزيد من جرائم الميليشيا ومن بطشها ومن سيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد. ناهيك عن ذلك أيضا، ميليشيا الحوثيين وحاولت طمس هوية 26 سبتمبر من خلال الاحتفاء بالنكبة 21 سبتمبر، ولكن رغم ذلك لم تستطع يعني اليمنيون متمسكون بقيم الجمهورية 26 سبتمبر
ويرفضون سلطة هذه الميليشيا ويعتبرونها طارئا في المجتمع يمكن أن يرحل في أي لحظة، ويزداد حالة الاحتقان، تزداد حالة الاحتقان في أوساط اليمنيين سنة تلو أخرى ضد هذه الميليشيا، وبالتالي هي تشعر بالرعب والخوف. هذا السلوك وهذا البطش والقمع هو ناتج ليس عن قبضة، صحيح هناك قبضة حديدية للميليشيا، ولكنها أيضا تشعر بالخوف، تعاني من الخوف وتحاول إفراغ هذا الشعور من خلال الممارسات القمعية والحملات الاستباقية لأي مظاهر احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، لأنها تجد أن ثورة 26 سبتمبر هي النقيض لمشروعها، لمشروع عودة الإمامة في اليمن، ليس عودة الإمامة فحسب، ولكن الإمامة بنسختها الإيرانية حديثة. يعني بمزيج من الإمامة ونظام النظام الإيراني الولي الفقيه. نعم، إذن ميليشيا الحوثي تمارس هذه الانتهاكات في مناطق سيطرتها، وهذا لا يعفي الحكومة الشرعية من المسؤولية تجاه هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لأنواع شتى من الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي. ما هو واجب السلطة الشرعية، الحكومة الشرعية تجاه هؤلاء المواطنين؟ السلطة الشرعية عليها مسؤوليات كبيرة، السلطة الشرعية والنخب السياسية المؤيدة للسلطة الشرعية عليهم أولا أن يعيدوا تقييم الحالة الراهنة في اليمن، أن يعملوا على حصر والتأكد من جاهزية القوى الجمهورية كلها والجيش الوطني والمؤسسات التي استعيدت انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمعركة التحرير الكبرى. ما دون ذلك هو هدر للوقت ومزيد من الضياع والتيه. على السلطة الشرعية أيضا أن تعمل ما بوسعها لكشف جرائم ميليشيا الحوثيين دوليا ولإدانة هذه الجرائم والممارسات والسلوك الدموي الفاشل الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين بحق المجتمع في مناطق سيطرتها. هناك قصور، هناك اختلالات، وهناك فساد في السلطة الشرعية، عليهم أن يعالجوا هذه الاختلالات وأن يسارعوا في ترتيب صفوف في تجهيز العدة المطلوبة لاستعادة الدولة اليمنية وتحرير اليمن والمجتمعات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية من هذا النظام القمعي الإرهابي الذي يتمثل في جماعة الحوثيين. نعم، أريد العودة إلى الحديث انتهاكات ميليشيا الحوثي واستخدامها أيضا للمناسبات الدينية والوطنية. استخدموا أيضا المولد النبوي وأجبروا المواطنين والموظفين والطلاب أيضا على الاحتفال بطريقتهم المولد من تلوين وجوههم وأجسادهم باللون الأخضر. هذا الاستخدام للحوثيين لهذه المناسبات كيف يؤثر على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي في اليمن؟ يعني ميليشيا الحوثيين هي النقيض كما قلت ومشروعها هو النقيض للجمهورية ولقيم الجمهورية والمساواة والمواطنة والعلم والمعرفة. الإمامة هي النقيض لكل هذه المعاني والقيم السامية والنبيلة التي جاءت بها الجمهورية، و بمجيء ميليشيا الحوثيين عمدت إلى إحياء المناسبات الدينية بنفس طائفي ومحاولة إضفاء هوية جديدة على المجتمع، حتى هوية بصرية للمجتمع وللمدن في مناطق سيطرتها على غرار الحسينيات التي في إيران، وهي محاولة لطبع المجتمع اليمني بالطابع الطائفي الذي أقامه النظام الإيراني، ومحاولة خلق نموذج جديد على أنقاض النظام الجمهوري الذي تعتقد ميليشيا الحوثيين أنه يجب أن تسعى جاهدة لإنهائه والإجهاز عليه، وبالتالي أحيت هذه المناسبات بزخم كبير، فرضت كفايات على الناس وعلى التجار لدعم مناسباتها الطائفية مقابل التضييق على المناسبات الوطنية، ثورة 26 سبتمبر وأكتوبر، وحتى أيضا أحيانا قد يقولون إنهم سيحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر، ولكن
هو نوع وأنا من قلت بأنها والتأمين. تقيا أيضا من ضمن ما يتعاملون به. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد، أعتذر على مقاطعتك. سيد محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، أيضا أرحب بضيفي السيد محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، والسيد فهمي الزبيري وهو مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة. البداية معك أيضا سيد محمد، مساء الخير. أنت رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، لك تجربة أيضا مع عدد من الناس من السجون الحوثية. نرى الآن الحوثيين يزجون بالكثير من الشباب عفوا في السجون مؤخرا بلا هوادة. ما هي هذه الآثار النفسية والاجتماعية، وهل هي طويلة المدى؟ في البداية مساء الخير عليك وعلى طاقم القناة بلقيس الكريمة وعلى شعبنا اليمني العظيم، وسبتمبر مجيد إن شاء الله للجميع. شكرا لك. نعم، اليوم الميليشيات الحوثية للأسف الشديد تستخدم الاحتفالات الدينية والمناسبات الدينية من أجل تصفية الخصوم وقمع المعارضين. اليوم الميليشيات الحوثية للأسف الشديد تستخدم القوى المفرطة. لك أن تتخيلي جماعة مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تقتل وتنهب وتسلب كل من يعارضها أو يعارض فكرتها أو يعارض مشروعها أو يرفض الاحتفالات بالمناسبات التي تفرضها، وفي أحسن حالاته لكل من يعبر عن رأيه أو فكره في أحسن حالاته هو الاعتقال والإخفاء القسري لسنوات طويلة. للأسف الشديد خلال من فترة 18 سبتمبر وحتى يومنا هذا اعتقلت ميليشيات الحوثي حول 67 شخصا في المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الحوثية، وهذا الرقم ما استطعنا رصده من خلال الفريق المتواجد في محافظة صنعاء وإب ودمار وكذلك في صعدة وحجة وفي غيرها من المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الحوثية. نعم. اليوم هنالك اعتقالات ممنهجة واعتقالات نوعية، كل من يرفع علم الجمهورية وكل من يحتفل بثورة 26 سبتمبر المجيدة فهو عرضة للاعتقال ولمداهمة منزله وكذلك للاعتداء بالضرب من قبل هذه الميليشيات الحوثية. شخص بائع بسباس متجول في مديرية السدة في مسقط رأس البطل علي عبد المغني وهو أحد أبطال ثورة 26 سبتمبر لأنه رفع علم الجمهورية ولأنه حاول أن يعبر. تفضل البقاء معي سيد محمد. ثورة 26 سبتمبر قامت هذه الميليشيات الحوثية باعتقاله واعتقال رفاق. تفضل البقاء معي سيد محمد. أرحب بك سيد فهمي أيضا. أنتم في مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، ربما أقل واجب يقدم تجاه هؤلاء المتعرضين للانتهاكات أن يتم توثيق ما يتعرضون له. ما هي التحديات التي تواجهونها في توثيق هذه الانتهاكات؟ أسعد الله أوقاتكم والمشاهدين الكرام ونشكركم لتسليط الضوء على هذا الجانب المهم. طبعا هذه الاعتقالات وهذه الهجمات الشريفة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد الفاعلين في ثورة 26 سبتمبر هو يؤشر ويدل دلالة واضحة بأن الشعب اليمني يسير باتجاه النصر وبأن الخط النضالي ما يزال مستمر والوهج السبتمبري يزداد شعاعا. هذه الميليشيات اليوم هي تكتب نهايتها بيدها. اليوم الشعب اليمني من أقصى إلى أقصى يحتفلون ويبتهجون بمختلف الطرق والوسائل كل بطريقته بالثورة بذكرى ثورة سبتمبر، والرعب والخوف الذي تعيشه ميليشيا الحوثي يعني واضحا، حتى الذين يكتبون المنشورات أو يرفعون الأعلام أو يبتهجون يقومون باعتقالهم واختطافهم وتهديدهم. وهذا طبعا بالنسبه للمكتب يتم رصد وتوثيق هذه الحالات. وما هي التحديات؟ هناك حاله قمع داخل مناطق سيطره الحوثي، ربما هناك صعوبه في عمليه التوثيق
لكن من يتواجدون من لهم أقارب خارج مناطق سيطرة الحوثي يكون الموضوع أكثر سهولة. وبالرغم من ذلك هو يتم التسجيل الأولي لهذه الوقائع جميعها، وعملية التوثيق القانوني والحقوقي هي تأتي في مراحل متأخرة، لكن لن تسقط بالتقادم، تظل الملفات موجودة، من تم اعتقالهم واختطافهم، عملية الرصد مستمرة لمن يتم اختطافهم، ولن تسقط لن يسقط أي حق بالتقادم. يعني كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي هو مصود، وسيكون من تورطوا بهذه الجرائم ماثلين يوما ما أمام المحاكم، سواء المحاكم المحلية أو الدولية. نعم. جميل جميل، أعود إليك سيد محمد. قبل مجيئك كنت أتحدث مع السيد محمد الأحمدي وسألته عن دور الحكومة الشرعية، وقال بأن لديها الكثير لتفعله لهؤلاء المتعرضين للانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لكنها مقصرة. ماذا عن المنظمات الحقوقية؟ ما الذي بيدها فعله؟ نحن حريصين جدا على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، الانتهاكات المخالفة للقوانين القانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، وكذلك للدستور والقوانين المحلية النافذة. نحن لدينا فريق راصد متواجد في كافة المحافظات اليمنية. هذا الفريق لديه من الخبرة ما يكفي على رصد جميع الانتهاكات التي تقوم بها الأطراف الخارجة عن النظام والقانون في اليمن، والتي تتجاوز القوانين والدساتير اليمنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. خلال الفترة الماضية استطعنا أن نوثق ونرصد الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في مختلف الجوانب، سواء جرائم القتل والإصابة في مداهمة المنازل أو قطع الطرقات أو استحداث نقاط جديدة أو تجنيد الأطفال أو استخدام النساء أو كذلك حجب المواقع الإلكترونية أو مداهمة مراكز إعلامية أو الاعتقالات بشكل عام. نعم. انتهاكات مختلفة وعديدة. نحن خلال الفترة الماضية استطعنا أن نوثق أكثر من 130 ألف انتهاك قامت بها ميليشيات الحوثي فقط في الجمهورية اليمنية. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. أعود إليك أخيرا سيد فهمي، إذا إلى جانب التوثيق والتنديد، ماذا يمكن تقديمه لهؤلاء المتعرضين للانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ طبعا الدعم القانوني هو أكبر ما يمكن تقديمه للأقارب وهؤلاء الضحايا، ويجب أن يعرف أو أن يدرك هؤلاء، هم يدركون جيدا بأنهم يعني لا يمكن لأي ثورة ولأي حراك شعبي ومقاومة شعبية، لابد أن يكون هناك نوع من التضحية. ويعني الكثير من الثوار الذين يعني اقتلعوا الإمامة والكهنوت الذي ظل جاثما على شعب على صدر الشعب اليمني عقودا من الزمن، كان هناك تضحيات وتعرضوا للسجون وتعرضوا ايضا للتعذيب. لابد من هذه التضحيات. عفوا سيد فهمي، ما الذي تقصده بالدعم القانوني؟ طبعا الدعم القانوني يقدم لاقارب الضحايا، وايضا عندما يعني يتم الافراج عن هؤلاء. كيف يمكن فعل ذلك في مناطق سيطره يعني ميليشيا الحوثي؟ عبر المحامين مثلا، تقديم الدعم يعني يتم عبر محامين وعبر قانونيين وعبر حقوقيين في مناطق سيطرة الحوثي، يقومون ب يعني الدفاع عن هؤلاء، ويعني يتم الدعم القانوني ايضا لاقارب الضحايا وعن طريق اقارب الضحايا، لانه تعرفون جيدا المناخ القمعي والامني والتسلطي في مناطق سيطرة الحوثي، لا يوجد اي مناخ حر، لا يوجد اي يعني مساحه للجانب الحقوقي. اليوم تم يعني طرد حتى المفوضيه الساميه لحقوق الانسان من داخل صنعاء، اليوم تم طرد ونهب ممتلكات جميع المنظمات الحقوقيه
اليوم جميع المدافعين عن حقوق الإنسان غير موجودين في مناطق الحوثي، يتم تعرض لهم ويعني سجنهم ويتم ملاحقتهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة. وكما قلت أنت سابقا، كل هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. هذه تحياتي لكم من أفنان تركر، كما هي لكم من معد الحلقة موسى النمراني وكافة الطاقم. إلى اللقاء.